سيادة النائب أرام كشخص نائب رئيس النواب كبرلماني كشخص حزبي كشخص تابع وكسيكي حزبي وكسيكي سياسي وكسيك روجانا روبروي كشكاني دستوري دبي ومتنازع عليه العراق وهروها ليرة أو تيرما ياخد أو الملايين اللي تقلوا من في محافظات إلى محافظات أخرى. هل ممكن أن نعالج تحدي العراق من دون أن نعالج مشكلة أو مفردة مناطق متنازع عليها ومفردة وشو زاروي ناو تناكوك لسركان نتيجة تداعيات داعش ونتيجة الحراك السياسي والعسكري الأمني داخل العراق. بزودنا وكاني نعم شكرا جزيلا زور سباس لسرتا دا دموي سباسي خوم بشكش كان بزان كوي امريكي لسليماني وهمو او بارزاني كا واشكر السيد دكتور ام دانشنا وهر وزور سباسي بارز دكتور برهم صالح دا كان بو اوي مني بانكش كرد وبداية اوتن اهني المرأة الكردية والمرأة العراقية بنسبة اليوم افرتي كردو افرتي عراقي ونتمنى ان يشارك كلنا في كل من في محله ومقامه لتقليل معاناة المرأة ما يتعلق بالسؤال انتم تقريبا غيرتم المنهج ليس كسابقين كل واحد يتحدث 10 دقائق ولكن حول هذا الموضوع أريد أن أقدم يعني مقدمات حول قضية ما يسمى بالعنوان تسوية الخارطة أو خارطة التسوية. فبالتأكيد أولا يعني قضية ما بعد داعش العنوان يعني يجب أن نذكر وندرس القضايا التي سبقت داعش. فبالتأكيد الانتصارات التي حققت على أيدي العراقيين قضية مهمة جدا. كيف نستطيع تستثمر هذه الانتصارات إلى مرحلة ما بعد داعش، ولكن طبعا هذا لا ينفي بأنه كانت هناك أخطاء سبق وجود داعش يجب أن نأخذ العبرة منها ويجب أن يكون درسا لنا لكي نمنع حدوث هكذا حالات ودخول مجاميع إرهابية وغيرها تحت تسميات أخرى، لأننا في العراق كنا نعاني وتعانينا من تسميات مختلفة لهكذا مجاميع إرهابية. لكي نستطيع أن نواجه المرحلة الجديدة ومما فيها بعد ذلك سوف أتي على جواب أسئلتكم بسرعة، يجب أن يعني نتعامل مع قضيتين أساسيتين قضايا سياسية تم تأجيلها وقضايا مستجدة تمت الإضافة إلى المواضيع وتأزمة الوضع السياسي ما يتعلق بالقضايا السياسية التي تم تأجيلها أنا باعتقادي الشخصي يجب أن نغير معادلة التعامل السياسي فجزء ما حصل في العراق هو نتيجة أو هي نتيجة التعامل التقليدي مع المشاكل التي كانت موجودة في العراق أحد التعامل التقليدي والكلاسيكي مع هذه المشاكل التي تم تأجيلها من أخطر أنواع التعامل مع القضايا السياسية هي تأجيلها إلى أجل غير مسمى فالقضايا التي كانت عالقة بين كردستان وبين بغداد قضايا كانت موجودة فكانت لدينا قضايا ومشاكل سياسية أنا أسميها بقضايا تقليدية أو مشاكل مزمنة كانت موجودة فقضية البيشمركة وقضية الأرض وقضية النفط وغيرها من قضية المشاركة في الحكم في العراق هذه كلها قضايا تمت إضافة قضايا وتراكمت معه أيضا قضايا جديدة قضية النازحين وقضايا أخرى يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان ونسمع من هنا وهناك محاولات ما يتعلق بالنفقات الحاكمة وغيرها من كل هذه القضايا باعتقادي نحتاج إلى أن يكون أو ندخل في حوار صريح وجاد لقضية كيف نعالج هذه المسائل وهذه المشاكل لحد الآن وبكل صراحة أنا لا أرى بوضوح التعامل أو طرح هذه المسائل على الطاولة السياسية نعم يوجد مجاملات يوجد قضايا بغض النظر عن أي تسمية نختارها لتسمية التسوية أو المصالحة وغيرها هذه المبادرات جيدة ولكن نحتاج إلى أن يكون لنا حوار جاد وصريح حول هذه القضايا من هو أو من هي الجهة المخولة لطرح هذه القضايا فبالتأكيد يوجد أطراف معنيين بهذه القضايا فنحن نحتاج لكي نبعد خطر أو أي حالات لربما نتأسف عليها بعد حدوثها فيما بعد نحتاج إلى أن يكون لدينا حوار صريح حول عدة مواضيع منها ما يتعلق بقضية المناطق المتنازعة عليها فكل هذه القضايا يجب أن تطرح كيف الآن اليوم نحن سمعنا
هذه بها فيها جانبين، يوجد جانب سياسي ويوجد ايضا جانب حكومي وجانب اداري. ما يتعلق بالجانب السياسي أو نحن نحتاج أن ندخل، وهذه الأطراف موجودة على الأرض، أطراف لديهم القوة ولديهم القوة العسكرية ولديهم القوة المسلحة في هذه المناطق، بالإضافة إلى الحالة السياسية كل طرف. نحن نعتبر هذه المناطق كردستانية، فأيضا يوجد أطراف أخرى تدعي بأن هذه المناطق إذا لا يكون لهم فيعتبروها مناطق مختلط. فإذا كيف يمكن الحل؟ كيف يمكن أن ندخل في حل هذه المسائل دون طرح هذه القضية بجدية تامة؟ ولا سيما أنه يوجد قوات مسلحة من كلا الطرفين موجودين وكانوا يقاتلون مع بعض، والآن ولا يزال يقاتلون مع بعض ضد عدو واضح ومحدد. الآن اليوم نحن سمعنا أيضا من الجانب الإداري ومن الجانب القانوني، نحن سمعنا اليوم يعني مبادرة أو رسالة جديدة من السيد رئيس الوزراء حول هذه المناطق لتغيير التسمية هذه المناطق من مناطق متنازعة عليها لمناطق متفق عليها. من هم الجهات المخولة لتنفيذ هذا المبدأ؟ وكيف يكون، كيف نحول هذه الأشياء أو هذه التسمية الجديدة من مناطق متنازعة عليها إلى مناطق متفق عليها؟ فيجب أن ندخل في قضايا تطبيقية ونخرج من قضية الشعارات ونخرج حتى من قضية التحليل، لأنه يوجد حالات إنسانية، يوجد حالات سياسية لربما تؤثر على حالات سياسية وصراعات سياسية في المستقبل أيضا. كما قلنا أنه الحالة الإنسانية المتدهورة، حالة النزوع تؤثر على الحالات السياسية. أساسا الحالات السياسية والصراع السياسي تسببت في وجود الحالة الإنسانية والكوارث الإنسانية، وبالتالي أيضا العكس صحيح. يعني بمعنى آخر، هذه المناطق إذا لا يتم حل هذه المناطق أو المسائل بوجود قوات مسلحة، كل من يدعي أنه هذه المناطق تابعة له وبدون إشراك الأطراف السياسية المسيطرة والمهيمنة على هذه المناطق لا يمكن إيجاد حلول حسب الرغبات السياسية وحسب الشعارات السياسية. فعلى الأطراف الدخول في هذه الخطوات الجدية والجادة. أنا باعتقادي الشخصي لا يمكن تطبيق السلام ولا التسوية ولا المصالحة فقط، كل هذه المبادرات فيما فيهم ومن ضمنهم المبادرة الكريمة التي أطلقها السيد عمار الحكيم بخصوص التسوية الوطنية، وبغض النظر عن أي تسمية نختارها لكي يتناسب مع رغباتنا السياسية، ولكن شئنا أم أبينا يجب أن ندخل في حوار صريح وجاد لحل هذه المسائل ومسائل أخرى. فبالتأكيد هذه أيضا تحتاج ويتطلب، يعني في نهاية مداخلتي، يحتاج ويتطلب من كل الأطراف المعنية بهذه القضايا أن يغيرون منهجهم في التعامل. المنهج في تغيير المنهج في التعامل. فلو كنت أدعي السلام، لو كنت أدعي التسوية، لو كنت أدعي المصالحة الحقيقية، فلا يمكن أنا أدعي كل هذه التسميات وأرفع كل هذه الشعارات، ولكن بالسلوك والممارسة لدي سلوكيات وممارسات تختلف وتتناقض مع ما أنا أدعيه. إذا أنا أدعي بأنه أنا أؤيد فكرة التسوية والمصالحة، يجب أن تكون السلوكيات السياسية والممارسات السياسية والخطاب السياسي أيضا يتوافق مع هذا المبدأ. فأنا أرى لحد الآن، يعني مع الأسف نحن لحد الآن، وهذا شيء جيد، ولكن أنه بدينا بهذه الإدعاءات، ولكن نحتاج إلى أن نحول كل هذه الإدعاءات إلى الممارسة الفعلية في التطبيق، ويجب أن نرى التأثيراتها على الأرض الواقع. سيدة خاتو.